أكيد من بارك لنادي النصر هذا الفوز وهذه المباراة الجميلة اللي بنشكر نادي دي لاسال ونادي النصر عليها، وبنشكر أيضا رئيس نادي النصر اللي معنا على هاتف البرنامج يونس العبد الله. مساء الخير. مساء الورد دكتور. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. ألف 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 مبروك على الصورة الجميلة التي ظهرت عليها هذه المباراة، على هذه الندية، على تقديمكم للوجوه الجديدة، وألف مبروك على كأس السوبر. الله يبارك بيك ويحفظك، وشكرا دكتور لهاي المداخلة. وإحنا إن شاء الله دائما يعني بخدمة كرة الطائرة التي ترأس سمو الأمير آي. نعم، اليوم كيف شفت مستوى المباراة، وهل هذا يعكس أنه سيكون الدوري قوي إن شاء الله؟ دكتور مبارح كان يعني مباراة جميلة جدا رائعة، يعني أداء من الفريقين رائع جدا، يعني كانت مباراة قوية واثنين ند يعني صحيح. وحقيقة نادي النصر يمتلك لاعبات أعمارهم صغيرة، ربيوا ونشأوا مع النادي. احنا عززنا الفريق بلاعب محترف من لبنان، وكانت في عندنا مفاجأة من نادي النصر بلاعبة طبعا أردنية ما لعبت بأي نادي محلي، اللي اسمها هي الكابتن شاهد عوامي. يعني اكتشاف جديد، انتم قدمتوا اكتشاف جديد، ارتقاء بالتزامن مع اللاعبة لبنان اللبنانية المحترفة. صحيح. اها، طيب انا اللي بدي اساله، ماذا ينقص اليوم؟ احنا في الدورة العربية جبنا الميدالية البرونزية، وهو انجاز كبير ايضا لكرة الطائرة النسوية الأردنية. صحيح. ماذا ينقص كرة الطائرة الأردنية النسوية حتى نمضي قدما أكثر وأكثر؟ والله يا دكتور أنا بصفتي كمان عضو اتحاد، وأنا عضو اتحاد عن الأندية النسوية، فحقيقة يعني مجلس الاتحاد شغال بشكل الصح باعتماده على الفئات العمرية الصغيرة، وهذا يعني توجهات سمو الأميرة آية، العناية بالكرة الطائرة النسوية، وبالأخص أن يكون في هناك عندنا رافد. إحنا لما شاركنا بالدورة العربية المقامة بالجزائر يعني بنات ما قصروا، كان ينقصنا صحيح احتكاك ومعسكر خارجي لبناتنا، وكان يجب أن يكون في هناك دعم من الفئات 2005-2006. يعني في عنا يعني بعض اللاعبات أنه يعني أعمارهم بدت قاربت يعني كبار صاروا، فلازم يكون في دعم من تحت لأعلى دكتور لي. فينقص شو اسمه المنتخب الأردني لسيدات كرة الطائرة بأن يكون في هناك احتكاك مع فرق قوية ومعسكرات من أجل أن يكون إحنا بالمستوى المطلوب بكرة الطائرة. يعني يجب الاحتكاك، يجب يكون في دعم، يجب أن يكون في شركات لدعم الفرق والأندية النسوية حتى يكون عندنا أجيال، وخصوصا الأجيال القادمة. صحيح. طيب الدوري كيف تجدون أو كيف تنظرون لمنافسات الدوري المقبل؟ والله دكتور ليث راح يكون دوري قوي، اللي اطلع على مباراة مبارح راح يكون قوي، ويعني في نادي دي لاسال عنده عناصر ممتازة، وإحنا بناتنا في عندهم يعني كمان عناصر كويسة وموجودين بالمنتخب، وفعليا إحنا كنادي نصر إحنا ما في انقطاع عن التمرين، يعني في عنا فئات 2010-2011 و2005-2006، يعني في عنا كمان بالشابات فريق ممتاز، يعني
فحقيقة احنا وقفنا عن التمرين لما صار في تجمع للمنتخب، وردينا قعدنا هذا البناتنا اللي كانوا بالمنتخب بعد رجوعنا من الجزائر. يعني انا لا اخفيك انه احنا كنا قاعدين بنستعد من سابقا منذ فترة، وكنا بنطلع على انه نحصل على بطولة الدوري، ويعني هذا حق مشروع بانه الواحد يكون متفائل بالخير. ومثل ما نوهت مسبقا دكتور ليث بانه نادي النصر بيمتلك لاعبات موجودين بالمنتخب، وعنده لاعبات صغار يعني مواليد 2002 2003، هذول اللاعبات الموجودين عندنا، واحنا من انتسبنا لهاي كرة الطائرة وهن البنات موجودين عندنا. نتمنى لك التوفيق استاذ يونس. شكرا دكتور ليث. مبارك. كمان احنا يعني احنا ونادي دي لسال اخوان، نادي دي لسال هو له تاريخه بهاي الرياضة، ومنذ زمن طويل هو بطل للدوري والسوبر وكأس سمو الأميرة آية. نتمنى لإدارة نادي دي لسال التوفيق والسداد. كل الشكر ليونس عبد الله رئيس نادي النصر، ومبارك، وإن شاء الله نتمنى نشوف دوري جميل. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حصاد الرياضي، تحدثنا عن كرة قدم وطائرة ويد.